طويلي طويلي اللي حالك محامي. صباح يا فيشيل. شرف خير يا وجهي يا حبيبي. ما عندك شغل انت بالحياه؟ كيف ما رحت؟ كيف ما جيت تيجي لعندي لهون على المكتب؟ شو مبين قاعد ورخيها؟ شو بدك حبيبي تفوت على المكتب تلاقينا عم بركض يعني؟ لك اقل شيء تكون عم تركض يا فيشيل، وخاصة هيدا النهار. عندي شغل وجهي، قوم اركض على بيتك، دخيلك عندي شغل. وين هدية؟ جبتها؟ أي هدية؟ أي هدية؟ هي تناسب المرة خلصان. لك بدي أعرف أنا، لو ما هالعبد الفقير أنا، لو ما هالجار الهني بيجي بينقذك كل مرة من كل ورطة يا فيشي، ولك شو كنت بتعمل أنت؟ شو كنت بتعمل؟ أي هدية وجهي؟ خلصني عندي شغل، عندي شغل. بكرة عيد شو يا ماما؟ بكرة عيد شو يا أما؟ عيد شو يا أما؟ ها؟ ليك، رح أهون عليك. رح أطرح السؤال بطريقة مغايرة. نعم. أنت أيمتى انقلبت حياتك فوقاني تحتاني؟ من وقت ما تعرفت عليه؟ لا هيدا مش عيد يا فادي، هيدا مهرجان الاحتفال. أيوه احتفال. لا 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 لا. شو هو الحدث الفظيع اللي قلب لك حياتك فوقاني تحتاني؟ شو هو؟ يلا غير اني تعرفت عليه. ايوه 30 ثانية تدربعت. قلب لي حياتي فوقاني تحتاني. فوقاني تحتاني. غير لي حياتي فوقاني تحتاني. يلا ما بتدربت؟ بغير اني اتجوزت. يا عيني عليك برافو. بكره عيد زواجك يا ماما. شو؟ ليش قد ايه في الشهر اليوم؟ شوف الله يخرب بيتك، مضبوط بكره عيد زواجي. لك يا خيي بدي افهم انت كيف بعدك ذاكر هالحادث، قصدي اقول ذكرى زواجي. ولو ما فيش شو نسيت انت لما عملت هالحادث انا اللي فتت بالحيط. شو نسيت انه انا تعرفت على الاكس على المدام السابقه بعيد زواجك التالي. ايه مضبوط. ليش هالنهار بيتسع وجهي؟ هلا خلينا بمصيبتنا يا عمي، بطل في وقت. بدي اجيب له هديه لكارين. شو بدي اجيب له هديه لكارين هلا؟ والله يا فادي انا برايي انه مشكلتك كثير هينه، ما بدها تفكير. نعم هلا انا مشكلتي كثير هينه وما بدها تفكير. هادي كارين يا مامو، هادي كارين يا امه. ما لانها كارين يا مامو شغلتك كثير كثير هينه. ايه اتحبنا. اللي شو بدي اجيب لهدية لكارين؟ حي الله شيء سعره فوق ال 1500 دولار. عبقري. هاي. هاي صبايا. هاي. مام مشغولة شيء؟ لا حياتي. ليه؟ عم نعمل بحث أنا ونانا وجيجي نطي وبدنا نسألك كم سؤال. أكيد. مام أنت كمرة مجوزة، فيك تفسري لنا شو الفرق بالنسبة للأعياد الحب بين المرة المجوزة والمرة العزبة؟ وهل اختلف العيد بالنسبة لإلك بين لما كنت عزبة ولما صرت مجوزة؟ اوه لا صبايا، هو للفرق في فرق. فرق؟ فيك تقولي لنا كيف؟ بالسعر. بالسعر؟ أكيد. كيف يعني؟ لخبركم، يعني قبل لما كنت بعدني عزبة أو حتى خاطبة كانت بالأعياد تتراوح سعر الهدية بين ال 150 وال 200 دولار. أما عم تكتبوا؟ إيه عم نكتب. أما بعد الزواج فيتراوح سعر الهدية بين 1500 دولار وال 2000 دولار، هذا كحد أدنى. يعني تقريبا ضارب 10 وأكثر. طيب هالشي بدل على ارتفاع الحب بيناتكم؟ هالشي بدل على ارتفاع صوتي بحال كان الكادو سعره اقل من هيك. عظيم. طيب سؤال جديد، اذا جوزك نسى. بس نسي؟ قصدك نسي يجيب لي كادو؟ ايه. فهل بتسامحيه على ذلك او بتلوميه؟ لا هاي ولا هاي. شو لكان؟ كسر البيت على راسه. طب اخر سؤال، اذا جوزك جاب لك هديه مش على ذوقك شو بتعملي؟ انا ما رح جاوبك، رح اترك بنتي يومي هي اللي تجاوبكم. يومي جاوبيهم. تعالوا تيكت راحه بلا رجعه عند امه. سيسا عظيم عظيم. الي ساعة بفكر شو بدي اجيب له هديه لكارين وما عم اجي. اقولك ليش يا فادي الواحد بهيدا النهار بالذات بيحتار شو بده يجيب هديه؟ لانه بهيدا النهار بالذات مرته للواحد تعمل له فحص لتشوف قديش بحبها او اذا بعده بحبها. عيد الزواج عيد خطير كتير يا وجيه، عيد خطير كتير.
ذكرى. نعم ذكرى الزواج. لا ذكرى الزواج، ذكرى الزواج. قول انا الحمد لله يا فادي خلصت من هالهم كله. ليش كان عندك هم انت بالاساس؟ لك انت ماكسيموم بعيد زواجك كنت تفز تجيب لها هونيك وردي لمرتك دبلانه واطفها من الحق لي كمان. انه ما طلع معي حق يعني؟ كيف طلع معك حق؟ لك فكر فيها مزبوط يا فادي، خدها بالعقل، خدها بالمنطق. لو انا كنت عم جيب هدايا غالية لمرتي وطلقنا ما كانوا راحوا علي؟ يعني ما كان اخذته المراحل؟ ما هي راحت لانه انت ما كنت تجيب لها هدايا غاليه يا ماما. قولك هيك اكيد. ما هو شو اللي بيعمل عيونها للمراه لتنسى مصيبه جوزها وهالهم اللي حملته غير الهديه؟ يعني هلا يا فادي حتى خليها تحبني لازم اعميل عيونها؟ لا لا تحبها لازم تقبع لعيونها. بتعرف يا فادي انا خلص رح اخد بكلامك. أيوة. وخليها تتعلق في اكتر واكتر. مين عروس؟ اي عروس؟ العروس الجديدة. اي عروس جديدة؟ لا ما خبرتك عنها؟ لا والله ما خبرتي من غزه. عن جد يا فادي؟ والله بتصدق؟ صار عندي عروس جديدة. ما انتي حدني كل ما تجيب وحدة لعندي على الباب بتقول لها عروس جديدة. لا بس هالمرة غير يا فادي. شو غير يعني؟ هالمرة يا فادي حاسس حالي مغروم، مغروم من جوا. ليش في شيء مغروم من برا؟ ما كل ما بتجيب لي وحده تقول هذه هي وهذه مغروم فيها وبغروم. لا 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 يا فادي هيدي المره غير كل المرات يا فادي. حس حالي انه نار والعيني حتجنني يا فادي، راح طير لي عقلي يا فادي. هالمره غير 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 بجد والله غير 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 عن كل المرات يا فادي. يعني انا غير انت شوف ليش غير. بس يا فادي في شغله بس عم تعترض طريق حبنا. ايه طريق حبكم؟ شغلة صغيرة وبسيطة يا فادي. لك إذا بسيطة ماشي الحال، إذا مصر أنا بحل لك إياها. مجوزة. مجوزة يا فادي. مين مجوزة؟ هي العروس مجوزة. قوم 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 فز بدك تعمل لي هيك. ولك يا فادي بعد جاي لعندك خلص ساعدني. الله يساعدك جوزي مش شو بدي ساعدك مرة جوزة. بدها تطلق يا فادي وجوزها مش قبلاني طلقها. ايه ايه فبدي إياك يا فادي. اذبحبش لي بهالكتب اللي وراك، تنفض لي هالغبر عنه وتلاقي لي شي طريقه يا فادي، شي طريقه نخلصها من هالزوج المستبد. مستبد؟ قوم وجهي قوم دخيلك، ما بعرف جوز انا بدي ادخل بيوت العالم، قوم في المنار. اه فهمت عليك يا فادي. شو بدنا؟ دايما انت زيد الشي يا فادي، خلص فهمت عليك. ليك يا فادي مش ببلاش، بمصاري. ومعك من الدولار للعشرة دولار. قوم في المنار احلى ما عملك 10,000 شقفة. اوه لك يا فادي روح تفسر لك الصار من الاول. تفضل. لك يا فادي هودي الجماعة من الاساس عقلهم مش راكب على بعض. ايه هي مرة من فتحة بتحب الحياة، بتحب الظهرات، بتحب السهرات. هو زلمة منغلق على حاله، يعني تقليدي. مش مثل انا. تعرفني يا فادي؟ طبعا انا عيش. طبعا انا بحب الحياة. صريف صريف. بعزب ما بسأل وحياتك. ما بسأل انا بحب الظهرات بحب السهرات. بس لك انتبه يا فادي هني قرروا يطلقوا قبل ما تتعرف عليها. وراحوا يمضوا كله وراحوا ماشي الحال على الحب ورضا. وصلوا على اخر امضى وبطل يمضي. ليش؟ برافو عليك. لانه عرف انه هي ورثت ورثه كبيره عن اهلها. طمع الزلمه. طمع طمع. هو طمع. هيك انت ما بتعرف. اعوذ بالله. بتعرف يا فادي الحب اهم من كل شيء، اهم من مال الدنيا كلها سوا. طبعا ايه طمع. وطمع يا فادي طمع طمع الزلمه. وقرر ما يطلقها حتى تعطيه نص الورثه تبعها. هي ما قبلت وانا كمان ما قبلت. هي ولا يا فادي ابتزاز بده يبتز اعوذ بالله. فقرر يعذبها ويخليها لا معلقه ولا مطلقه. ايوه فشو رايك يا فادي؟ نعم كيف بدنا نلاقي طريقة حتى نخليه يطلقها؟ ما في غير طريقة واحدة بنخليه يطلقها. عن جد؟ شو هي يا فادي؟ لا شو بتعمل؟ شو؟ بتروح بتقلها لا شو اسمها؟ حنان. ايه حنان. 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 نعم حنان. حنان. ايوه بتروح بتقلها لحنان. ايوه تسحب جوزها وتعرفه عليه وتقول له ليك انا بدي طلقه لاتجوز هذا. عن جد؟ ايه وبينفع؟ هو ساعتها بيمضي دوراء على مينة. طيب لا لانه هاي بس تتجوزك يا حبيبي ما بيكون عم يعذبها، لا بيكون عم يضلها. عيلي عسلي ميلي
تبروك لك. بونجور. أهلا فريدي. نايا موجودة؟ إيه هلا بعدت لك. نايا؟ هاي صبايا. هاي فريدي. دخلك يومي؟ فريدي مس رفيقة لنايا؟ بلا. شو رأيك نسأله؟ شو رح يزب لها فالونتان؟ وشو رأيه بعيد الحب؟ معكن حق. هيك بأولنا البحث وهو بعده صغير بعد ما تجوز. هاي فريدي. أهلا صبايا. شو هيك رح نقضيها كل ما تشوفوني رح تقولوا لي هاي فريدي؟ لا أكيد لا. أوه بليز هلا وقت تجي نايا ما تضل ما تضلكن هيك حوالي أحسن مضغار. هلا ولو. بس فينا نسألك كم سؤال عن البحث تبعنا؟ ولو تفضلي. هذا البحث عن الحب والأعياد. أول سؤال، كل اتنين بحبوا بعض بجيبوا هدايا لبعض ما هيك؟ وخصوصا على الأعياد. إيه شو صعب هالسؤال؟ فيها احتمالات؟ إنه أكيد ومش بس على الأعياد. وبالنسبة لإلي إذا بيصير لي إهدنايا كل لحظة كل تكة كل ثانية كل يوم كل أسبوع كل شهر كل سنة ما بقول لا. واو هالقد الحب بيعمل؟ وأكتر. طيب فريدي مرسي للمعلومات المهمة، هلا بعيت لك لنايا. أوكي بس فيني أسألكم قبل سؤال؟ أكيد. أنتم ما كنتم مصاحبين ما هيك؟ ليه؟ لأنه لو كنتم مصاحبين ما كنتوا سألتوا هيك أسئلة هبل، كنتوا عرفتوا الجواب لحالكم. معه حق. رح عيت لك لنايا. بيكون أحسن، وإذا بتحبوا تتعلموا كيف الشاب الجنتلمان بيحكي مع البنت، عيتوا لو رجعوا قعدوا معنا، واسمعوا كل كلمة بقلها إياها، رح يفيدوكم بالبحث. ميرسي سيدي. مش عارفة شو بدي أجيب له السنة كادو على عيد زواجنا، صار عنده كل شيء، ومش ناقصه شيء. بس السنة لازم الكادو يكون سبيسيال. فكري يا كارين، فكري يا كارين. مام فيك تساعديني بشي؟ ما تقولي لي عندك فحص. بلا عندي فحص. فحص شو؟ فحص هدية. شو؟ هالجمعة عيد سامي وما بعرف شو جبله. مامي شوفي شو ناقصه وجيبيله. لك إذا بعرف شو ناقصه كنت جيت وسألتيك. جيبيله سانتور. جيبتله دجا. جيبيله بورتال. جيبتله دجا. قميص. جيبتله دجا. بنطلون. جيبتله. لك إمتين لحقتي تجيبيله كلهو؟ شو بس عيد ميلاده بجبله؟ ما في نويل، نيو يير، باك، فالنتين. ليك يا حبيبتي عد هيك لحالك، فكري وقرري شو بدك تجيبيله وجيبيله. اف كتير ساعدتيني حياتي يومي. الانسان لما بحب شخص تاني ولما بيهتم فيه كتير لازم هو منه لحاله يعرف شو ناقصه ويجيبله. طب اوكي. يومي بدي تساعديني بشي. بشو؟ عيد زواجنا ومش عارفه شو بدي اجيب له كادو لبيك. قولي شو ناقصه لحتى اروح اجيب له. لقيتها واخيرا ساعه. بدها ساعه. بسيطه. قوم قوم روح جيب ساعه. لا لا طول بالك، خلينا نفكر بشي هديه تاني احسن احسن. يا اخي شو توجع راسك؟ بدها ساعه جيب لها ساعه. قوم السوق مليان ساعات، في الوف من الساعات. لك عم تفهمني غلط انت، طول بالك، في الوف من الساعات بس كريم بدها ساعه حق الوف الدولارات. فادي ما عم بفهم عليك، شو 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 يعني؟ يا اخي الساعه يلي بدها اياها غالي شوي. غالي شوي؟ شو يعني دي غالي؟ يعني 100 دولار. 100 دولار؟ اعلى اعلى. شو 100 دولار؟ اعلى من 100 دولار 150. 150 اعلى اعلى 150. ولك شو اعلى اعلى؟ شو اللي 1000 دولار هلا؟ 12000 دولار. نعم 12000 دولار. 10000. ولك شو هالساعه هذه يا فادي؟ شو بدك تجيب لها بيج بان مثل ما هي وتعطيها اياها؟ لك يا حبيبي هيك ساعات الغالي هيك اسعاره. يا اخي ليش سعرها هالقد؟ ليش؟ مش معقولة. بتحب هذه الساعه والسعر هالقد يا اخي، شو بعمل؟ بنجيب لها ساعه. لا 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 يا فادي، اذا هيك خلص صار بدها تدخل مباشر مني. نعم ايه اكيد. لا لا ما حبيته. هيقولي لنا التليفون تبعك. تفضل. بمين بدك تصل؟ بدي اتصل بابو الزوز. مين ابو الزوز؟ ابو الزوز؟ بتعرف ابو الزوز؟ لا والله. ابو الزوز شغل كبير هذا، بتاع كله ذهب، الماز، لولو، نحاس، الومنيوم، كله كله يا فادي. بدي اشوف اذا ببيع ساعات. ايد بزنارك وجهي حبيب قلبي. شفنا. انا ابو الزوز كيفك؟ شو معرفتني؟ لك وجهي ابو الزوز صديقك. لك لا ما لك تليفون هذا دخلت انا. ايه لك لا ابو الزوز فهمت عليك، فكرتك مش مسيب رقمي. لا لا هذا تليفون الشوفير تبعي. ايه حبيب قلبي.
لك ابو الزوز بدي اسالك، انت بتتعاطى شيء ساعات ثقيله؟ اه والله في يوسف. لك ابو الزوز شو وضعهم هالساعات هودي؟ شو؟ ما عم بفهم عليك. سكند هاند؟ شو هالماركة هذه؟ أول مرة. لا سكند هاند مستعملين. لا أخي لا ما بدنا. مستعملين مستعملين يا أبو الزوز؟ جديد جديد. لا 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 نحن بس إياهم جديد. في في في؟ كأنهم جديد، كيف يعني؟ ما عم بفهم عليك. شو؟ والله؟ وبنص حقهم؟ حبيب قلبي. طيب ليك ليك ابو زوز، ليك اعطيني خمس دقائق هلا بنتشاور وبنشوف اذا بدنا، اذا بدنا برجع اتصل فيك بدلك على العنوان. طيب يلا باي ابو زوز حبيب قلبي. يلا باي. شو قال لك؟ يا خي مثل ما سمعت. لا يا خي مستعمل ما بدنا خي. شو بجيب لك مستعمل؟ كارين تقتلني. شو بدي اجيب لك مستعمل؟ لك رؤيا فادي رو رو هودي بحكم جداد، يعني مثلا بتعرف ملبوسين لبسي لبستين، الواحد عايز شويه مصاري بيرجع بيرد الساعه يا بيرهنها يا بيبدلها يا فادي بقى وبنص حقه. اوف يعني العشره بتصير خمسه. اقول لك هيك؟ لك ايه يا فادي انت شو خسران؟ يا اخي شو خسران؟ خليه يجي لهون وبنشوف الساعات، عجبه كما به، ما عجبه بضبط بتلاقيشو وبيحل عنا. والله برافو عليك يا وجيه. ليك اذا زبطت معي واخذت يعني ساعة بسعر معقول حلوتك عندي. لا يا فادي هيدي ما حبيتها منك ابدا. ولا هو انا بدي منك حلوين يا فادي. ولا انت صداقتك بالدنيا ولك الصداقه اهم من كل شيء حبيب قلبي. والله جد 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 حبيبي. بس ليك في مجال يعني اذا ما في ازعاج تلاقي لنا شي طريقه نطلق فيها هالمره من جوزها؟ وما بدي منك شيء. هاي فادي كومت يا بال. ميرسي. لكن هيا انا وطالع لعندكم شفت خيك واصحابه. ايه كانه هون وظهره. بس ليكي انا بفضل وقت يكونوا اصحابه لخيك هون فوت قاعده بقوتي. ليه؟ هيك بغار. شو؟ بلا هبل فلاتي قال بخار. طيب بكره انت بالبيت؟ يمكن اذا ما رحت سهرت برا. كيف يعني تروحي تسهري برا؟ اذا عزمونا اصحابي بدي روح. شو تروحي تسهري؟ الله يطولك يا روح، خليكي هون انا جاي اسهر معك. جايه بس ما تتأخر أو ما رح تلاقيني هون. آخ ما أحلى عذاب الحب. الله واو. آخ ما أحلى عذاب الحب. كتبتوا صبايا؟ أكيد كتبنا. آخ ما أحلى عذاب الحب. خارج عنوان شفيل وأنا رح حط ستيتس على الفيسبوك وأنا رح حط على الواتساب. شفتوا قلتلكم اكتبوا اللي رح قولوا لأنه كنت عارف إنه رح يفيدكم بالبحث. بدو زقفة. هذا يا وجيه ما تاخر خي. انت دله مزبوط على المكتب؟ لك هذا واصل واصل اكيد بيكون واصل. خي تاخر شو رح يبلش العيد ونحن ناطرين؟ كان بيوصل يا زلمه يطول بالك. روق. ايه سعاد. مين؟ مرحبا. ايه يلا فيك. اهلا 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 يا ابو الزوز حبيب قلبي. اهلا 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 صديقي. اهلا شعيب الحلال. تفضل 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 ابو الزوز بعرفك على صديقي. شرفنا شرفنا ابو الزوز اهم تاجر بالبلد كله. اهلا وسهلا فيك ابو الزوز. اهلا ابو الزوز. ايوه فرجينا الاستاذ فادي شو عندك خيرات. هات لشوف. تفضل. ايه زيد تفضل. قضي الساعات والله منيح. بطل فرج. شو؟ هي هي لا منيحه عجبتني هيدي. هي اصليه ابو زوز؟ معلوم. وقديش بدك فيها؟ هيدي بالسوق حقها 15 انا بدي 10. والله يا فادي 10 سعر كثير منيح. 10 دولار ولا شيء. مقبول سعر 10 دولار. 10000 دولار. 10000 دولار؟ لك شو يا ابو الزوز شو الحديث هذا؟ يا خلص غالي غالي 10000 طول بالك خلينا نقطعته معه غالي شوي غالي. تبرم لبنان كله ما بتلاقيها بهالسعر. يا حبيبي بالشركه حقها هيك تقريبا. لك يا حبيبي بالشركه غير هاي، هيدي من جوا عاج والكستك كله ذهب. ايه ما اختلفنا يا ابو الزوز بس انا اللي شايفها تقريبا هي زيتها. تقريبا يعني مش هي زيتها. يا اخي كيف بدنا شيء زيتها؟ لا لا اخي غالي غالي بعدين ملبوسه هيدي ملبوسه. شو؟ ملبوسه. خيي بطلنا نبيع. لا يا اخي ابو الزوز روق روق. شو 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 بعدين نحن شو بدنا؟ يا ابو الزوز يا ريت سبت كان ارحم. لك رؤيا فادي دخلنا خلينا نتفاهم انا ابو الزوز حبيب قلبي خلص يا ابو الزوز. شفتوا شو قال؟ لك رؤيا ابو الزوز خلص زراعه بتقني. قل لي لخيك وجيه
لخيك وجيه قد ايه بتصير؟ كرمال وجيه ب 8000 وحياة ولادي سعر لقطة وحياة ولادي. طيب يا ابو الزوز نحن انبسطنا فيه كثير. استاذ فادي شاف الساعة وهلا بيشاور عقله، إذا مشي الحال نرجع نحكيك، فيها شيء؟ لا ما فيها شيء حبيب قلبي ماشي خليك يلا ما يفك شيء خاطركم موفق أبو زوز موفق خاطركم الله معك ما ضيفناك شيء حبيبي موفق موفق الله معك ما تعصب يا أبو الزوز لك شو قصتك لك يا وجيه؟ لو سعر لقطة هيدي لك خيي ما كنا خدنا أعطينا معه للزلمة سعر لقطة مش لقطة يا فادي لأنه كذاب لا بتقول هيك شو عرفك انه كذاب؟ هذا صديقي وبعرفه حلف بولاده وهو مش مجوز ما انه ابو الزوز بس ما في زوز عيلي عالفريق ميلي عيلي عالفريق ميلي اخ لا اليوم تعبنا كتير كتير يعني قد ما شفت ساعات تك راسي ساعات؟ على قد ساعات؟ ايه مظبوط ساعات ساعات شغل يه لو بتشوفي شو كان عندي شغل اليوم قضية رايحة وقضية جاية دعوة رايحة ودعوة جاية يعطيك العافية الله يعافيك ليك حياتي دخلك قولي قولي شو كنت بدك تقولي لا لا, لا لا قول انت لا انت كنت بدك تحكي لا انت قول بالاول لك حياتي هلا كنت انت بدك قول انت بالاول وبعدين انا برجع لا ما انت كنت لك خلصني ليك حياتي انت بتعرفي انه بكره عيد زواجنا بكره؟ ايه بكره وبتعرفي انه بهذا العيد بالذات بيجيبوا كادويات بس 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 لا تسمع ولا تدمع اذا فكرك تجرجرني بالحكي لحتى هلا خبرك شو ناقصني لحتى تجيبوا كادو بتكون غلطان ما هيك؟ بلا هيك حياتي بس انا عم فكر انه طب بلكي جبت لك شيء مش ناقصك بلكي بدك شيء انت وانا جبت شيء تاني ساعتها بعرف قد انت بتحبني الا رحت جبت لي كادو انا مش عايزته طب بس مش الاحسن يا حياتي لو بتقولي لي شو بدك هيك بتهوني على حالك وبتهوني علي هيدا اللي بدك اياه انت بدك تهين على حالك كل شيء بدك لا تفكر ولا تتعذب ولا تبرم ودغري تحمل حالك تروح تجيب الكادو وتجي ايه لا حبيبي غلطان بدك تفكر وتعرف شو ناقصني وتروح تجيب لي كادو بس حياتي اذا قلتي لي شو بدي هيك احسن بروح بجيبه وانت بتستحملي مش احسن ما تجيب شغله ما بدك اياها يا عالم ان شاء الله يا فادي ان شاء الله تسترجي وتعملها وتجيب شغله انا مش عايزتها طيب امرنا على الله طيب شو كنت بدك تقولي لي كان بدي اسالك دخلك حياتي ناقصك كرافتات شي عيلي عالفريق ميلي مين؟ حياتي؟ هاي شو؟ اشتقت لك؟ اشتقت لي أنا كمان اشتقت لك وهيدي وردي سند حياتي يا الحياة لك تقبري عظامي عظمي عظمي وهيدي عظمي اثنين ثلاثة سند شو بدك تقلي اوكي الو كيفك انا كمان اشتقت لك شو عم تعملي عم تحضر تلفزيون وانا كمان عم بحضر تلفزيون شو الفيلم الحب التائه يييي بتصدق انا عم بحضر زيت الفيلم لا لا هذا صوت هذا لا هذا السراوند ايه ما انا عندي تلفزيون كتير كبير انت شو قد ايه قصه التلفزيون عندك قد ايه 42 انش لا انا تلفزيوني 67 انش ايه هذا جاي سبيسيال ايه احمر
ايوه ايه هذا المكعوف كعف. ايه ما انا هاي كل شيء عندي بالبيت، نحن بنحب التكنولوجيا كثير من زمان وزمان. شو عم يدق الباب؟ مين جاي لعندك بهالليل؟ انتبه ما تفتحيها! حنان! مين هيدا؟ مين؟ جوزك! شو جاي من عندك هلا بالليل؟ شو؟ الو! حنان! الو بدو! حنان ردي عليا بتسمعيني! حنان! عم يصرفوا على بعضهم! فادي! فادي! فادي قوم افتح، في حدا عم دق على الباب. منو هذا اللي عم يدق بالليل؟ ليك هيدا صوت وجيه. خرب بيته هيدا جاري لهني. ايه قوم افتح. قايم يا عمي قايم. شو بده بالليل هيدا؟ شو بده بالليل؟ لك قال انا قاعده افكر شو بدي اجيب له كادو، شو بدي اجيب له كادو على عيد زواجنا. لك لازم اجيب له شي باروده يقوص فيها هالجار ويريحنا. مين حنان؟ ان شاء الله هي متجوزة. لك انا متجوزة يا فادي، هاجم عليها بيتها وعرف انها عم تحكي معي يا ماما. ايه خرجك وخرجك. لك مين لك يا فادي؟ ايه عبول شي انا عم يقتلها يا فادي. يقتلها ان شاء الله، يقتلها لارتاح انا. لك بتريح وبترتاح. تعرف يا فادي؟ تعرف يا فادي اذا قتلها او صار لها شي انا بقتل حالي، انا بموت. ايه ايه لك انا وين؟ رايح انا اقتلها، هيك تقتل حالك مرتاح مدمع. وتخيلك يا فادي. استنى فويس مسج. قالت لك شو؟ اسمع يا رب دخيلك، لك قلبي. لك ايه فهمنا. انشغل بالك حبيبي، مش الحال، راح بيته ينام. راح ينام. راح ينام؟ وانت شو عم بتعمل؟ عم خبرك. ايه روح روح. ايه نمت. لك هلا هو راح ينام، انا شو بينيمني هلا؟ مين؟ مين؟ مين عم يدق؟ لك هيدا انا يا وشيح ابو الزوز. افتح. مين؟ ابو الزوز. افتح. الزوز؟ شو جابوا هلا مثلا؟ شو في يا ابو الزوز؟ فوت يا ابو الزوز فوت. زين مرحبا. اهلين. خير يا ابو الزوز، في شيء؟ شو جابك هلا؟ لا ما في شيء، ما في شيء. الا شو في؟ صار معك شيء؟ لا. حاسس بشيء؟ لك لا لا ما في شيء يا خيي، ما في شيء. لك وهل تشوف وين بالبيت؟ لك روق. شو في؟ تفضل، هيدي الساعة. ساعة؟ ايه ساعة. ما قلنا لك غالية يا ابو الزوز، غالية. لك يا حبيبي هونيك كانت غالية بس هون ارخص. ارخص؟ لك ايه ارخص. قديش يعني ارخص؟ ب6000. 5000. تكرم عينك، 5000 خدم. وبكره بيجي باخذ المصرية. طيب لك ابو الزوز بدي اسألك. تفضل. يعني معلش انت صديق وصدوق، وهيدي يعني مش رخيصة، يعني مش دولار واثنين، 5000 دولار. ايه 5000. يعني في مجال تعطينا شيء على البيعة؟ يعني شيء ساعة نعطيها للعروس. تكرم عينك، رح اخدمك خدمة العمر. عجد؟ ما بتنسي لي اياها بحياتك. ولك انت الصديق، انت الصديق الصدوق يا ابو الزوز. رح اعطيك ساعة هي ذاتها. عجد؟ لا يا خي بس انا ما ينفع يا ابو روق. لا ما بقدر. روق عم اقول لك خدمة العمر هيدي هي زيتها. ايوه بس هي شغل الصين. صين تقليد بس باب اول. هيك شوف حقها بال200 دولار. يا ابو الزوز شو 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 تقليد؟ ما هي زيتها كيف؟ مش هي زيتها تبع ال 5000؟ كأنها هي زيتها يا ابو الزوز. قلت لك خدمة العمر. طيب ليك ايه؟ ابو الزوز بدي اسألك. تفضل. معلش يا ما تزعل مني. لا قول. شو اللي بيأكد لي انه هيدي الساعة
مش كمان تقليد من يلي جبتها من عنده. كيف؟ خدها عند حي الله بيع ساعات، خليه يفحص لك اياها. اذا طلع التقليد ما بدي حقها. طيب ايه؟ ها؟ اذا هيك اوكي يا ابو زوز، اتفقنا. ماشي. غريب. يلا شفناك بخير، بكره بيجي باخد المصرية. اكيد ما تقبل الا 100 100. ماشي حبيب قلبي. يلا بخاطر. الله معك. العامة ولك هي جيتها. يلا يا وليد. شو لورا حي؟ نازلين على السوق نشتري كادويه. ايه برافو برافو. انت مش رايح؟ بلا رايح. كيف مش رايح؟ بس ناطر الوجيه ليجي. رايح انا وياه. انا مبسوطه مبسوطه كتير. ايه مبسوطه لانه عيد زواجنا؟ لا مبسوطه لانه شايفتك ملبك ومهموم ومحتار ومش عارف شو بدك تجيب لي كادو. يلا يا وليد نزلوا لي ساكي. بتحبني؟ شو مش الحال؟ مشي وكتر. حاسس ليك وجيه؟ هلا ما بدنا نبرم كتير، دغري بنروح دغري على المحل بنجيب غرض وبنجي. لا لا حبيبي ما رح تزحزح من محلك. هلا هلا بتجيب ليش؟ لا شفتها هذي؟ يو شفتها؟ انا شفتها من ابو الزوز ما غيره. من ابو الزوز؟ ايه اجى لعندي بالليل وقال لي يا وجيه تفضل هيدي الساعة. وقد ما بدك ادفع. ايه وقد ايه اعطيته؟ قلت له في 7000. منيح 7000، برافو عليك. ايه حبيبي انا لو ما عندي ضمير كنت بقول لك 8000. بس ما بعرف ليش يا زلمة ضميري ما بيسمح لي اشطح بالسعر كتير. لك ابو الضمائر انت حبيبي. لك انت صاحب الضمير الحي. ليه ليه؟ لك طيب وين ورقة؟ لك قال لي ما بتدفع قرش قبل ما تروح تفحصها عند اختصاصي ساعات، وبس ياكد لكم انها اصليه ترجع لعندي بعطيك ورقه والعلبه تبع. ايه قوم لك هن قوم. لوين؟ شو لوين؟ ما لا روح نفحصها لنشوف اذا اصليه. اصليه ماما اصليه يا اما. ايه قوم 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 بلا اصليه بلا اصليه. يلا قوم يلا قوم. اخ والله يعطيك الف عافيه وجيه حبيب قلبي. يا اخي شو هالساعه غير شكل ركال. لك لو ما هيدا صاحب محل الساعات قالنا انه هاي الساعه 100% مزبوطه لك قرش ما بدفع. لك اكيد مزبوطه يا فادي، ما هيدا ابو الزوز صديقي ما بيع الا مزبوط. لك وسعرها كمان لقطه طبعا 7000 دولار احسن من 10000. حبيب قلبي 7000 7000. بس هيك هذا ما فيك تقبضه اليوم. شو ما فيني؟ معلش يسكروا اليوم، تقبضه بكره ماشي الحال. لا بكره لا بكره. بتعرف يا فادي؟ ايه. لك والله انا مبسوط منك كثير. عمال ايه؟ تلعبها صح. ايه طبعا. انت عم تعميل عيونها لكريم. ايه. وانا كمان عم فكر اعميل عيونها لحنان. كيف يعني؟ وانا عم فكر جيب لها شيء كادو هيك تقيلي. اوف والله فكرت. جيب لها شيء ذهب. ذهب؟ ايه. شو بدك تجيب لها يعني شيء مثلا خاتم؟ سوارة؟ لا لا لا. شو بدك سمسار؟ اكيد لا. شو بدك تجيب لها ذهب؟ انا عم فكر جيب لها بكلة شعر مغطسة بروح الذهب. راح من وزيرها. هاك بس بدك تجيب لها الحنان بدك تعملها. شو لك يا فادي؟ لا اكيد يا فادي، شو بدي اجيب لك؟ هيك احسن. هيك اذا بقيت مع جوزها بتكون خسارتي خفيفة. مثل عقلتك. جاي لك بلا الاسود. شو الاسود؟ لك يا عمي بدنا نحطها هيدي بامبلاش كادو، كيف بدنا نقدمها هيك؟ هيدي امبلاش؟ لا امبلاش يعني بدنا نجيب لها ورقة هدية. ما نفكر فيها يا فادي حبيب قلبي. اسم الحساب. جايب كمان؟ حبيب قلبي انت صديقي. في منك انت. تفضل. شو رأيك بهالورقة؟ مش حلوة؟ لو شو هذه هذه؟ لك هذه تبعية عيد الميلاد؟ أكيد يا فادي، ما هذه كانت على كادو لبرتيز. شو عم تحكي؟ شو لك؟ هلا بدي لف هدية حقها 7000 دولار بورقة هدية جايبها من عيد الميلاد؟ إيه وشو فيها؟ برجع بحكي شو فيها؟ لك كيف شو فيها؟ لك شو عم تعمل؟ قول عمي. لك سعاد بعتني على السوق. أنا نازل لك هون تحت البناية في هذه المكتبة بتسكر بعد شوي، رح أنزل جيب ورقة جديدة وجاي. ما تطول. هو بس بده يعميها لكريم، ما انا كمان بدي اعميها لحنان.
من البيت وهيدي التقليد. ايه بركي راحت وفحصتها. اهلا 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 بالصبايا اهلا بالشباب. شو يومي؟ قررتي شو بدك تجيبي كادو لسامي؟ ايه اسفادخي. اسفادري؟ ليه؟ ليضلوا راكد وراي. ليك هيدي بنتي هيدي بنتي برافو. مساء الخير. اهلا وغير. اهلا اهلا. مساء الحب. مساء الهنا. مساء الزواج الحلو السعيد. الله عليك. اسمحوا لي يا جماعه. بكل حب بكل فخر اقدم لكم حبي، اقدم لكم عمري، اقدم لكم حياتي. حنان. يا اهلا وسهلا بحنان. اهلا وسهلا. تفضلوا تفضلوا يا اهلا وسهلا. تفضلوا تفضلوا. اهلا 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 اهلين اهلين. تفضلي يا حلوه. ماشي كمان. اهلا اهلا حنان. وهلا يا جماعه بما انه وصلتوا صار وقت نوزع الكادويات. تفضلي. كل عيد زواج وانت حدي. ميرسي حياتي. حياتي جبت لي الساعة اللي بدي اياها. شوفي شوفي شوفي. حلو كثير وغالي كثير. ميرسي حياتي. اهلا اهلا. وينه فادي؟ من هي؟ ليك فادي ما تبليش وينه؟ دغري بتوع ولا معقول انسيها انا. اتفضلي. ميرسي حياتي. هلا صار فيي اقول لك كل سنه وانت حدي. ضلي حلقس فيك. ايه ضلي حلقس على طول على طول. لا ساعة كمان. مش معقول. بس جينا قلبي على قلبه. ايه حلو كثير بس يا حياتي معقول يدفع هالقد؟ طب ما انت لو بدك تدفع هالقد احكيني قبل. كنا حكينا ابو الزوز. مين ابو الزوز؟ ابو الزوز. يا اللي نايم لفوق. يا دلي انا شو صار؟ شو في شو صار؟ مين هيدا؟ خد ابو الزوز. وين الساعة المسروعة يا ابو الزوز؟ مع وجيه. وين الساعة يا وجيه؟ هي ساعة. الساعة اللي اعطيتها للاستاذ. اي اي انا ما دخلني اخذها الاستاذ. الو وين الساعة استاذ فادي؟ يا حي يا حي بابطي. شو شو جيب لي ساعة مسروقة يا فادي؟ والله ما معي خبرنا مسروقة. دفعت له حقها 7000 دولار لألفين. 5000. شو 5000 بس؟ شو بس كمان؟ في مني 2000 زيادة. ولا اللي ركضت اشتريت لك ساعة خالية ولك تكيتني في حقها بدون تطلع جايب لي ساعة مسروقة. مسروقة يا فادي. كان معي خبر ما بعرف اذا مسروقة. كمان هيدي مسروقة يا وجيه؟ شو مسروقة؟ لحظة انا هيدي كمان بعتوا اياها. انا بعتوا ساعتين، وحدة اصلية ووحدة تقليد. شو؟ شو يعني؟ فرجيني ساعتك يا مدام. فيها عيلة. وهي الأصلية. تقليد. جيب لي ساعة تقليد. ولك يا ريتها طلعت مسروقة وما طلعت تقليد. تقليد يا فادي تقليد. ولك لقلد لك رقبتك انت وهالمرت. لا لا والله لا ما دخلني يا كريم ما دخلني. اسمحي لنا بس ساعة يا مدام. إذا بتريد أنا بعطيك إياها. بتمد إيدك. اللي معروف مدام حجيب لك أحلى منها بكثير. شو وقفت على هالساعة؟ تفضل خذها. وتفضل أنت معنا كمان. أنا. تفضل. بالإذن. عمرحلكن خدوني معكن. لا شو انت مش عامل شيء. هلا رح اقول جريمة. شو؟ شو
فلتوه؟ ايه والله فلتوني، بس وقفوا وجيه ابو الزوز. لك يا ريتهم عدموك وما فلتوك. لك يا حياتي تقليد. ولك جايب لي ساعة تقليد يا فادي؟ أنا كارين رزق الله بتجيب لي ساعة تقليد وبتبهدلني. وحياتك دافعة 7000، شو عرفتي إنه هذه تقليد أصلاً؟ أنا دافعها 7000 على أساس مظبوطة، بس وجيه بدلها بدلها وحياتك بدلها. وأنا مثل المجذوبة رحت تكيت نيتي ودفعت لك حق ساعة أصلية جبت لك إياها حتى تجيب لي ساعة تقليد تقليد. خلص وحياتك بكرة الصبح بدي أنزل أجيب لك أحلى وأغلى ساعة بالبلد. اليوم عيد زواجنا مش بكره. شو بدك هلا انزل بلال؟ مين فاتح اصلا بلال لاشتري لك ساعة؟ طب روح يلا، بركي هالمرة بتتوفق لك بشي سرقة غير أول مرة. وحياتك حياتي نازل هلا نازل. ولك لو بدي اضطر وعيلة صاحب المحل راح جيب لك أحلى وأغلى ساعة. هذا انت اللي عم تظهر مع مرتي حنان؟ لا لا طول بالك، لا 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 في غلط كثير بيران. لا انا عم بظهر مع مرتك حنان؟ لا ابدا انا طول بالك، هيدا وجيه اللي عم يظهر معها طول بالك. هيدي مرتي، اسألها حياتي قولي له انا عم بظهر.